من دمه. أنا قلقانة أوي يا دكتور. ما تقلقيش يا مدام، لو عدوا ال 24 متر دول على خير يبقى زعق لنا نبي، ساعتها بس أقدر أقولك إن إدمان اللعب خرج من دمه. يا رب. اختبار كريدور الجحيم، دور حركة أكشن. يا ماظة ما تبصش، تعالى كمل، خليك قوي. ادي له على دماغ الواد الحريف ده لحسن هيضيعك. هانت يا مازو، يلا الله. يا لهوي مش هيستحمل، مازو ضعيف جدا قدام الكونكان. ارجوك يا مدام خلي املك كبير في ربنا. لا يا بابا متعملش زي يوم دول وحشين. ابعد ابعد بقولك. انا دلوقتي بس اقدر اقولك انك عديت مرحله التعافي بكل نجاح. يعني يا دكتور نقدر ناخده دلوقتي ونروح على البيت؟ انا هكتب له على خروج حالا على مسؤوليتي. وارجوك يا مدام لو حسيتي بتعب انت او مازا او اي حد في العيله، اياكوا اياكوا حد يتصل بيا، انتوا فاهمين؟ ما تخافش يا دكتور، انا مش هرجع للعبه تاني ابدا. انا مش بس مش هرجع للعب، انا هكرس حياتي كلها ان امنع اي حد انه يلعب. بولة واحدة بس قبل ما اقعد. بولة واحدة شيلة. بولة واحدة شيلة. يا خلاص صدقنا. مازو كان عنده وعده وبقى مكرس حياته كلها عشان يمنع اي حد من انه يلعب. غريب، بعد اذنك لو اللي بتلعبه ده ببجي فمن فضلك اعمل لوج اوت حالا، لان انا منع اللعب في العمر. دي مش ببجي، دي فانتاسي، وسيبني في حالي لان هاري كين لسه مضيع بيلن وانا حاطط عليه كل فلوسي. من فضلك انا مانع اللعب في العماره. انت مين يا جدع انت؟ انا مين ايه؟ انا مظهر. ايه ده؟ إيه انت اكيد اخو الاستاذ مازو، بس انت شكلك محترم ومؤدب. التاني رم ما يتقلعش من الجزمه. يا غريب، انا الرم؟ انا مازو، انا لسه خارج من المصحه وبطلت لعب خالص. تعال ورايا. وبعد ما انطرد وسيم الفندق قرر انه يشتغل في مجال الفن. وسيم اشتغل في السينما وبقى نجم شباك، اقصد طبعا نجم شباك حجز التذاكر. يا فندم انا عارف طبعا ان الفيلم مسموح بدخول الاطفال، بس انا مش هدخل ابن حضرتك. على فكره انا عندي اكرم وكريمه وما دخلتهمش الفيلم، الفيلم صعب جدا، انا نفسي في الاخر تعبت. يا سيدي وانت مالك؟ هو اصلا هيخش ينام على طول. حضرتك متخيل في اخر الفيلم لما ابن حضرتك يعرف ان الاب هو اللي قاتل؟ ده هيهز علاقتكم جدا. انا اسف، دي صدمه. انت متخلف تحرق الفيلم كده عادي؟ دي انت بني ادم قفيل قوي يا جدع. طب والله ما احنا داخلين. يلا يالا. اسف فندم، اتفضل. نيكست. تذكرتين من فضلك. تذكرتين لي حضرتك داخل مع مين؟ المدام. المدام؟ اه طب وهي المدام بتفهم انجليزي كويس؟ يعني نص نص. لا نص نص يبقى اسف مفيش اماكن. هي يا فندم في مكان في الصف الاول اهو. زي ما حضرتك قلت، المكان في الصف الاول. الصف الاول مع النضاره بتاعت المدام بتاعت حضرتك دي مستحيل تعرف تقرا الترجمه، انت بتقولي نص نص في الانجليزي. على الجنب ده. طيب هو حضرتك راكب تاكسي ولا ايه؟ على جنب ايه؟ وبعدين الصف ده معلش اللي ورا حضرتك كلهم من انكسار القامه، انا عددهم كويس وعامل لهم تيست، عندهم مشكله برضو في اللغه الانجليزيه فمش هيعرفوا يقروا الترجمه لا من دماغ حضرتك ولا من دماغ المدام. حضرتك تخش فيلم عربي احسن. خلاص يا سيدي نقلنا فيلم. الفيل الازرق 2؟ الفيل الازرق 2 اختيار رائع حضرتك، بس حضرتك عارف ان ده ينتمي لافلام الرعب. يا سيدي عارف عارف، الفيلم هيبدا خلصنا. لا لا الرعب بقى معلش، يبقى حضرتك متحول للصيدليه.
حضرتك هتجيب لي بقى معلش قياس ضغط ليك وقياس سكر ليك وللمدام، ها؟ وعلى فكره فور فري، قول لهم اللي محولني وسيم من شباك التذاكر. اتفضل. انا عايز اعرف انت عايز ايه من المدام؟ حضرتك اللي متجوز واحده لا مؤهله تخش لا افلام انجليزي ولا افلام رعب، عامل لك ايه؟ بقول لك انا عندي الحل. حضرتك متحول للفود كورت احسن، تتعشوا وتروحوا يدوك برجر. حضرتك المدام عندها اي حساسيه من البرجر او التشيكن ستريبس؟ انا عايز اعرف انت علاقتك بالمدام يا جدع. انت دخل الفن من الباب وخرج بسرعه من الشباك، اتبهدل في الشغل عكس ايسو. ميسز اسراء مهنيا مش محتاجه شرح، جاكيتتها تحكي عنها. النهارده احنا بنكرم ميسز اسراء المدبولي على الانجاز الجديد. ميس اسراء، انت تفوقتي على الاداره السابقه واستحقيتي ارفع وسام فندقي، وسام الوسيم. وسام ايه يا فندم؟ وسام الوسيم زي مجله المجله وبرنامج البرنامج. ارفع وسام ايه؟ ده ادخن وسام شفته في حياتي، ده عايزه جاكيتين عشان تلبسه. بصراحه انت خليت الفندق من احسن 5 فنادق في القاره، وده انجاز ما قدرش مستر وسيم السريتي يحققه. للاسف الاداره السابقه الفاشله كانت عقبه في مسيره نجاح الفندق بالتصرفات المستهتره اللي كانت بتعدي كل اللي حواليها، لكن زي ما في شخصيات سلبيه في حياتنا زي المدير الفاشل السابق مستر وسيم السريتي، في برضه شخصيات ايجابيه في حياتنا. عشان كده انا بهدي نجاحي للرجل الاول، مصدر طاقتي الايجابيه وسبب نجاحي، حبيبي وجوزي وسيم السريتي. جميل يا فندم. هي مش لسه كانت بتهزقه؟ دي فقره ودي فقره. مكانك. حاضر. شاطره طبعا، بس لسه هبله زي ما هي، بس مش اهبل من اختها ام كريم بقى. اللهم صل على النبي، هديت وخفت وبقت اخر حلاوه. اليوجا هي طاقتك، اليوجا هي قوتك. كيس الزبالة اللي في البيت ومنزلش بقاله يومين بياخد من طاقتك، بس اليوجا هترجعها لك تاني. ودلوقتي معادنا مع أسئلتكم الإسبوعية. قوت القلوب البيضاء بتسألني إزاي يا شيمو أعمل تمارين يوجا وأنا عندي الغضروف؟ هقولك يا قوت، هتلاقي في أول كومنت لينك الحلقة قديمة ليا كنت بشرح فيها أوضاع مريحة لليوجا. وبشكركم جدا لمتابعتكم النهارده، ونتقابل الاسبوع الجاي. وبشكر ريسبونسر الحلقه النهارده عطور اشجان للتركيبات الهاي كوبي، نفس ريحه الاوريجينال. اقفل يا كريم. ايه يا مازو؟ اقفل يا كريم، تعبت خلاص. شيماء، ما تنسيش تغيري بطاقتك وتكتبي فيها نصابه، انت بتنصبي على الناس انت وابنك. اعمل ايه بس يا مازو؟ لازم اقابل جمهوري كده وانا معاهم بمنتهى المصداقيه عشان يصدقوني. لو النبي، طب دخلي البتاع ده جوه عشان عامل زحمه في الصاله. ايه اللي في ايدك ده يا مصر؟ ترجعت للعب تاني؟ لا يا مصر، حرام عليك حرام عليك حرام عليك. انا ما صدقتني يا شيخ. يا شيماء، رجعت للعب ايه بس يا شيماء؟ انا لميت كل اللعب اللي في البيت وحديها الغريب. جد؟ الحمد لله. اهو جه. خير يا سي مازو؟ انا لا لبسي ولا شعري يسمحوا لي بمشورتك كل شويه كده. معلش يا غريب، هستأذنك بس تاخد اللعب دي توصلها للجمعيه الخيريه اللي على اول الشارع. طب وتتبرع بيهم ليه؟ ما الاقربون اولى اخدهم انا. لا انا مش بتبرع، انا برجعهم، ما انا اصلا سارقهم من الجمعيه الخيريه. طب ارجعهم كلهم بس اخد انا الكونكت فور. مفيش حد هيلعب تاني. طب العب جيم واحد. ما هي بتبدا بجيم واحد يا ابني وبعد كده بتكر. روح يا غريب، وبعد اذنك يا غريب، بعد كده لما اكلمك ابقى كنسل عليا وكلمني، بلاش عفانه يا غريب، انت اكبر من كده. ده ايه الايام السودا دي؟ هو انا هلحق على مصاريفك ولا مصاريف الاستاذ وسيم؟ ده اسراء وسيم طول عمرهم بيفصلوا البيت عن الشغل، بس اسراء زي ما ركبت وسيم في الشغل للاسف ركبته كمان في البيت. هكرم يا حبيبي، انا هعمل الطشه بتاعت الملوخيه وانت تشهى بقى واحنا بنحطها. يلا يا ويسو، انا هموت من الجوع. ما قلتليش يا حبو، عامل ايه في الشغل؟ ها الشغل؟ لا يا ده تمام، يعني كله زي اللي في الفندق، يعني ما فيش حاجه. وسيم، انت لما بتتلخبط في الكلام بتبقى مخبي حاجه على حبو. وبعدين انت رجعت بدري ليه النهارده؟ ما فيش حفله ميد نايت ولا ايه؟ لا اصل هم النهارده لقوا قنبله في السينما، وبعدين الفيلم اصلا مش قد كده قوي يعني، فقالوا يقفلوا يعني. سيبك انت، عامله ايه وازيك انت؟ ها؟ خلينا بقى نتكلم عن نجاحاتك انت بقى والحاجات الحلوه اللي عملتيها دي.
الوسام اللي انت خدتيه النهارده ده حاجه جامده قوي عندكم في الشغل فعلا. يا الله يا وسيم، انت مش متخيل مدى فرحتي قد ايه. تخيل ما حصلش عليه غير اتنين بس في العالم، انا والمدير الفاشل اللي كان قبلي. طب اكرم ما عطلش انت بقى لغايه ما انا خلص. انت عارفه يا حبيبتي انا بفكر يعني اسيب بقى موضوع السينما ده وبتاع، حاسس ان موضوع السينما ده جاب اخره قوي معايا، يعني قفلت الجيم قوي يعني. فان شاء الله من بكره الصبح هنزل ان شاء الله يعني كده اشوف بقى شغلانه جديده، تحدي جديد بقى اجيبها من تحت قوي يعني، الحاجات بتاعتي الجميله دي. انت عارفه حب انا بحس ان انا احسن رجل في العالم بس عشان انت مراتي. وانا يا بيسو حبيبي بحس ان انا انجح واحده في العالم عشان انت بس جوزي حبيبي. بقول لك ايه يا عمري، بما ان انت عاطل عن الشغل الفتره دي سبت لك مصروفك جوه على الكومودينو. ايه الصوت ده؟ شقتك ملوخيه، شقتك ملوخيه، بحبك بموت فيك. وانا كمان بحبك. خلص بقى الاكل عشان جعانه ولسه راجعه من الشغل. يا خسارتك يا مستر وسيم. اوطي صعب بقى حاله يصعب على الكافر، ومازو منع التعامل معاه نهائيا. السلام عليكم ورحمة الله. وقف عندك. هلا، شلونك؟ شخبارك؟ شو مسوي؟ هلا والله. والله الاقي شقة فاضية للإيجار ولا شنو؟ ما أروعك. هلا هلا. الأماكن. شلونك؟ مشكلني. هلا هلا. وبعد هلك يا سعدون. ما ينفعش تطلع مصوفي منعني إنك تدخل. سعدون؟ أنت عرفتني إزاي كده؟ أنت فكرك يعني لما تلبس الطقم اللبناني دي أنا مش هعرفك. الطقم اللبناني؟ عصفورة يا حيوان، ده مأجروا لي على إنه الطقم سوري. يلا بعد إذنك عشان ده وقت التام. ربنا يوفق التام، بس خلينا ابعد عشان التام ما يجيش في وشك. هكلمه بس. ابعد. دخل إزاي ده؟ أنت بتتهرب مني يا مازو؟ بتتهرب من سعدون صاحب عمرك اللي ياما كسبك يا مازو؟ وكمان حاطط صورتي مع الكلاب. يا اخي حرام عليك يا اخي. طب حط لي صوره احدث منها شويه. هو انا مش بعت لك رساله ان انا قطعت معاك؟ ادي ايه يا صاحب، تاخدني عظمه وترميني عظمه برضو؟ انا يا واطي ده انا قعدت 6 شهور في المستشفى بتعالج من اللعب، ما فكرتش تزورني يوم، وطبعا جاي النهارده عشان تستلف. لا انا كنت جاي اسرق، بس غريب مسكني. اصل انا تهاني خلفت زقلومه صغيره ومش قادره اوكلها. ايه ده، انت خلفت يا سعدون؟ تهاني هي اللي خلفت. تهاني يعني خلفت لوحدها؟ لا انا كنت مشارك، بس هي اللي لعبت الدور الرئيسي يعني، والزقلومه الصغيره سميناها سعدونه. سميتوها ايه؟ سعدونه. الله، سعدونه. الف مبروك سعدونه. اما انا سمعت الاسم هو. لا مش قصدي سعدون يعني هلبة، قصدي يعني سعدونه. اه سعدونه. باي حاجه دي البنت هتروح مني، ده البامبرز دلوقتي باغلى من البنطلونات، ده انا سبت لها بنطلونات وبقيت اشتري بامبرز عشان بس. بقول لك يا مازو مفيش اي لعب كده زي بتاع زمان. مفيش لعب، ولو في لعب يا سعدون انا مش هلعب، وابعد عني عشان متلصم. ما تشوف لي معاك اي قرشين كده. انا اشوف لك قرشين؟ لا انا هسيب غريب يرد عليك بقى. اللي انت ما تعرفوش ان مازو بيبغى ياخد مصروفه مني. امشي يا سعدون، امشي يا سعدون، وربي سعدونا بنتك بعيد عن اللعب والقرف ده. ولو احتجت حاجه بقول لي. احتجته لسه قايل لك؟ لا لا، دي جمله بنقفل بيها في العموم. روح يا سعدون اديله اي حاجه، واللي انت بتعمله ده بيتعمل الصبح مش بالليل يا حبيبي. اي حاجه يا عم غريب، انا علقفه شعرك في الارض. واخر حاجه يا سيدي نسيت اقولها لك، اننا خلاص بطلنا اللعب اساسا، ما عدا لعبه واحده عائلية على القد كده، أمك بتعملها لنا كل أسبوع عشان يبقى اللعب قدامها مش من وراها، وبعد كده نسحب اللعب من جسمهم بهدوء، ما هم خلاص بقوا عاملين زي المدمنين. ودي يا سيدي كل حاجة من ساعة ما حضرتك شرفت لغاية دلوقتي. تمام يا فندم. حرف الشين. حرف الشين. اوتوبيس كومبلي. اوتوبيس كومبلي. وهي اوتوبيس كومبلي بحرف الشين يا حبيبي؟ ده اسم اللعبة. طيب كل واحد يحط الورقة قصاده. ولد شريف. شاكر. بنت شريفة. شريفة ايه؟ ما شريفة هو شريفة. كتبت ايه انت؟ طبق فلح. شاكرة. شاكرة ده مش اسم يا ابني، شاكرة ده صفة. خرجت شيماء من المستشفى شاكرة. ايه شاكرة دي انت كمان؟ مش عارف، ما جاش في بالي اي اسم بنت بحرف الشين يا شيماء. عندك حق.
دي مش محسوبة يا مازو. بلد شيكاغو شمال افريقيا. ايه الغباوة دي؟ سد ودان بول يا حبيبي احسن تعيدي منه. خايفة يتعيدي مني ومش خايفة يتعيدي من ابوه المالت. وعلى فكرة كان ممكن اكتب بنت بحرف الشين شويكار بس مش كاتبها عندن فيك. ومالها شمال افريقيا؟ شمال افريقيا مين دي؟ هو في بلد اصلا اسمها كده انت هتخترع؟ يعني ايه يا ماما هخترع؟ في جنوب افريقيا يبقى في شمال افريقيا. انت مش متابعة كورة دي مشكلتك بقى. احنا على طول بنلعبهم. خلاص خلاص دي مش محسوبة. جماد شوكة شنب شلحف. شلحف ايه شلحف دي يا روحي؟ دي مش عارف يعني ايه شلحف يا وسيم؟ يعني الشخص اللي ملوش لازمة، العالة على المجتمع، يعني اللي مراته بتصرف عليه، يعني براشوت. يخرب بيتك بوظت المفرش. انا اسف. اللي بعده يا بسوني. أكلة شاورما. شاورما بس لحمة. أنا كمان كنت طالب لحمة على فكرة. خلاص هاخد أنا فراخ. على فكرة أكلة بالشين كان ممكن أكتب شكشوكة برضو بس عندنا فيكي مش كاتب. حيوان. نعم حيوان بالشين. شيتا. لا ثواني بقى مازو، انا عندي حيوان اكبر منها بالشين. شويكار. إيه؟ ايوه شويكار. في إيه؟ خلاص خلاص الاجابه دي مش هتتحسب ويبقى فريق مازو هو اللي كسب. مبسوط يا مازو؟ اهو ادي انت بتلعب معانا اهو. اه مبسوط مبسوط قوي. اخل وساخل يا خواجه زي ما وعدتك. حته اثري اصلي هي وتذكرش يعني ولا عزو بالله ان هي بتاعتي. لا دي بتاعت واحد صاحبي حبيبي زيك كده ورثها من ابوه وابوه ورثها من جده وصولا لتحتمس الاول. اه بص كده هتلاقي مكتوب عليها ميد ان تحتمس الاول. كاتش جيف مي ذا ماني اول ذا ماني ناو. جميل. ستاي هير نبيله. هنتجوز امتى؟ دلوقتي لو حبيت. يلا بينا نروح ندور على اي مأذون. انت هتشتغلني؟ هتيجي تقابل اهلي امتى؟ انا اهلي كلوا وشي. بالهنا والشفا على اهلك. اه بص يا نبيله انا راجل حر ما ينفعش اتجوزك وانا مش معايا فلوس. انا ما ارضلكيش يعني الاشفره دي خالص. انا يا سيدي عايزه اتجوز مشفره مقشفره. يا ست انا ما ارضاش الاشفره. بقول لك ايه؟ سيبينا بيع كام بيعه من دول عشان اجيلك محمل بالفلوس ونتجوز ونعيش في تبات ونبات واكلك صبيان وبنات. جميل اهي جت اللي هتعلمك الادب. ربنا يستر ربنا يستر. ما لاقيش عندك مسلات بالمره؟ اعملي تجر اثار في الاوتيل. اكيد في غلط في الاجراءات. اكيد في تشابه في الاسامي. انت كذاب. لا كله للشرف والكرامه والوطنيه. ده انا ماسكاك متلبس يا جميل. حق عليا اللي بشغلكوا البازار بدل ما انتوا شغالين على مزيل العرق ابو بخه والسجاير. نسيت اعرفك مستر تشانجي بقى. وليد عبد العاطي بكالوريوس خدمه اجتماعيه جامعه الزقازيق وعميل سري عندنا في الاوتيل. انا عينته مخصوص عشان يمسك المخالفات والمخالفين اللي زيك. يا قفص. لا انا اتضرب بالجزمه لكن كرامتي في كل شيء. برافو برافو يا مستر. الحقني يا مستر مالك بتتبلى علي ده. مين الفارس الملثم ده؟ لا حقيقي غلبتيني بافكارك دي. انا مش عارف اكافئك ازاي. على العموم انا هتصرف. اسمعي يا بنتي اجمعي لي كل العاملين في الاوتيل والنزلاء كمان. وليه النزلاء يا فندم؟ عندك حق انا ببقى اوفر شويه الصبح كفايه العاملين. سبت لك مصروفك على الكومودينو عشان انت عاطل عن العمل. ايه ده؟ طب انت وقعت له ايس كريم ليه؟ دي حاجه في دماغي انا ولا انتوا سامعينها؟ لا اسراء قايله للجست كله ولا ايه؟ اتفضل اتفضل حضرتك. انا والشيف اشتغلت كل حاجه والله وتهت. خلاص 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 يا ابني. ايه ده؟ اسف الحقيقه مستر مالك انا جاي لك يعني وكل طمع وطبعا عارف حضرتك من زمان. حضرتك انا بحبك جدا يعني نفسي يعني ترجع تشغلني اي حاجه في الفندق ان شاء الله. مدير اي حاجه يعني اشتغل مدير اي حاجه واجيبها بقى من تحت واجيبها من الصفر. انا اسف وعلى فكره ده مش قراري ده قرار مسز اسراء. انا حيلا اونر. حيلا اونر حضرتك الاونر اعلى من المدير على فكره. ايه فهماني كده؟ قالت لي انت اونر تقعد هنا لا تهش ولا تنش. انت عارف في الشغل ما بتهزرش. طبعا الشغل ما بتهزرش في البيت ما بتهزرش ما بتهزرش اي حاجه. انا اسف يا مستر مالك على الوقت اللي ضيعته لك ده. طب اخلي السي في مع حضرتك لو فكرت ممكن حضرتك. لا 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 ملوش لازم اخده معاك. كنت متاكد ان حضرتك هتقول لي بعد اذنك. يلا مش قرف. دي كانت زله لسان والله غصب عني. لا زله لسان ولا نيله. اسمعي يا اسراء ما ينفعش تزعلي قدام الجسم. الموضوع ده لو اتكرر تاني
انا هسيبك. انت زعلت يا جميل؟ والله هسيبك. لا ما اقدرش، انا عملت كده عشان بس ما حدش يشك فينا. ما هنفضل مخبيين لحد امتى؟ مسير المستخبي يبان. انا ما بخافش غير من جرأتك دي، مع انها اكتر حاجه بحبها فيك. بس يلا يا جميل امشي احسن حد يشوفنا مع بعض. يلا يلا ما يشوفونا، ما احنا في الشغل مع بعض، دي اول مره. ايوه يا جميل، بس لو حد عرف اللي ما بيننا هتبقى فضيحه. واي فضيحه؟ امشي امشي نجرب نروح اشوف شغلك. يلا. حاضر. يلا وامشي عادل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومعانا الدكتوره ثريا سليمان. اي اسئله او استفسار الارقام موجوده على الشاشه، تقدروا تتصلوا وتعرفوا. يا ابني ربنا تواب وغفور. الو مساء الخير، انا اسمي موزو، كنت عايز اعمل مداخله. كلنا محتاجين نقدر قيمه العفو، دي سمه من سمات الانسان الصالح. معنا اتصال تليفوني من مازو، وبنقول اتفضل يا مازو قول مشكلتك. انا اسمي مازو، وكنت قعدت فتره من حياتي العب، بس الحمد لله اتعالجت وبطلت لعب. معلش يعني تلعب ازاي يعني؟ كلنا لعبنا يا ابني. لا انا اللعب بتاعي كان تقيل شويه، يعني اذيت بيه ناس كتير قوي. فانا السؤال دلوقتي، هل انا لازم اروح لواحد واحد من اللي اذيتهم اعتذر له، ولا خلاص كده؟ معلش يا استاذ مازو، احنا محتاجين بس نفهم اكتر، ايه نوعيه اللعب اللي انت كنت بتلعبها؟ يعني انا مثلا مره اتراهنت مع وسيم، وسيم ده واحد صاحبي، مين فينا يقدر ينكد على منطقه اطول فتره ممكنه، فانا قطعت النور عن الشارع كله في عز الحر. ومره كمان اتراهنا مين فينا ينيم المنطقه من المغرب، فسيبنا ذبابه تسيتسي في الشارع كله. هو موضوع قطع النور ده كان في المعادي؟ اه صح، في شهر 7 سنة 2010؟ أيوة، ساعة ماتش مصر ونيجيريا؟ بالظبط. هو أنت يا حقير يا كلب يا واطي، لحمة الشهر كلها باظت في التلاجة. طب ما أنت نسيت يا واطي، ده أنا قعدت شهرين أنا ومراتي في البيت، جالنا الملاريا، ودي هنا هيجيبك مظبوط. استنى لما تسافر عند ربنا. في إيه يا مازو؟ بتتخانق مع مين؟ ده انت صوتك جايب لاخر الشارع. بس يا شيماء والنبي، الناس دي ما ينفعش معاها الاحترام، دول عايزين موزو بتاع زمان يلففهم حوالين نفسهم. طب خلاص سيبك منهم، انا هغير لك المود بتاعك. بص، السبونسر بتاعي عامل حفله تنكريه وانا عايزاك تيجي معايا. ايه السبونسر دي؟ ده حاجه عندك في العربيه؟ لا، السبونسر ده اللي هو الراعي الرسمي للبرنامج الاونلاين بتاعي، وانا ما ينفعش اقول له لا. بس انا ينفع اقول له لا؟ انا زهقان اه، بس مش لدرجه ان اروح معاك انت حفله. روحي لوحدك. مازو عشان خاطري والنبي يا مازو، الحفله التنكريه دي الدخول فيها كابلز، يرضيك ادخل لوحدي ولا انت بقى عايزني امشي من البيت عشان يخللك الجو وتقعد لوحدك وترجع للعب تاني؟ لا 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 يا مازو، حلو عليك، انا بس اتضايقت. بطلت خلاص خلاص، حاجي معاكي. ترى شايله ايه في شنطتك تاني يا ايسو؟ روج روج يا ايسو محترمه. موبايل. احنا على ميعادنا، هستناكي، ما تتاخريش عليا. ويسو ما شفتش شنطتي يا حبه؟ هنا يا قلبه. ايه هنا؟ قصدي اللي كنت يا قلبه. ايه ده؟ ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ لا مفيش، انا الجو برد قوي، بردان هموت من البرد. انت نازله ولا ايه؟ اه نازله. نازله فين؟ ايه؟ ايه؟ سؤال صعب قوي كده. نازله عندي نايت شيفت في الشغل، ما انا لازم اصرف على البيت، انت ناسي ان انت عاطل؟ سوري سوري يا حب، انا اسف معلش. لا عندك حق، اتفضلي. جميل. ايه؟ جميل جميل، يعني احساس ان انت عندك مسؤوليه وبتصرفي على البيت. طيب انا هنزل بقى. ها باي باي. باي باي. مستعجلة قوي، وحشك قوي سي جميل. يا اسراء اتأخرت ليه؟ اتوهشت عليكي. الله مش بجهز. اخ من دلعك، اركبي. ايه يا يسوع، ايه الضحكه دي؟ انت عمرك ما ضحكتي ليه كده؟ تاكسي. انا اسراء، انا بتعملي فيا كده؟ ماشي تاكسي وراهم.
يا غبي يا غبي وراهم وانا معاك يا غبي. استنى سبونسر المهزق بتاعك ده اللي ملبسني بروسلي وملبسك ايه انت؟ اندر تيكر. ده اندر بس. اعمل ايه بس يا مازو؟ الشغل عايز كده. هي دي طلبات الريسبونسر عشان خاطر الفانزات. على فكره يا شيماء، جمع فان فانز مش فانزات، زي ما جمع كان كانز مش كانزات. هو انت اللي هتعدل عليا؟ انت اصلا كنت فاكر ان الريسبونسر يعني حاجه في العربيه عندي. بقول لك يا شيماء، انا خايف قوي نكون بنلعب وانا لما صدقت بطلت لعب. نلعب ايه بس؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث. الله ما يرجع ايام. نعم ايه يا موضوع بس؟ ده اسمه تفاعل مع المجتمع. ده تفاعل؟ اه تفاعل اصفر. لو سمحت ممكن بس اشوف الوش بتاعك ده عشان عاجبني وعايز اشتري واحد زيه؟ طبعا ممكن تفضلي. ما عجبنيش. مش حب تعملي ايه؟ تفاعل اصفر برضو زيك. السلام عليكم. للاسف يا فندم مش هينفع تدخل، الدخول كابلز بس. هي دخول كابلز؟ انا مراتي جوه يا فندم. هي دخلت مع راجل تاني. ايه ده؟ دخلت مع راجل تاني؟ هو الموضوع متسيح له قوي كده؟ انت عارف حاجه ومخبي عليا؟ يا فندم الدخول كابلز بس، ومعنى ان هي جوه دلوقتي يبقى اكيد دخلت مع راجل تاني، وبعدين كمان المفروض حضرتك تكون متنكر. متنكر؟ زي دول كده؟ واو حلو قوي الكاستم بتاعك. انت متنكر ايه؟ انا متنكر؟ انا متنكر. انا اصلا اسمي وسيم، بس انا متنكر في مجدي. مجدي؟ مين مجدي؟ مجدي ده اللي هو احمد حلمي في اكس لارج، عارفاه؟ لما كان طالع تكتوك كده كلبوزه. بحب الشخصيه دي قوي قوي، يعني حلو عليا. ايوه. انت حلو التنكر بتاعك قوي، بس يا خساره. ليه خساره؟ شفتي داخله مع مين؟ مش ده الاسكندر الاكبر ده تقريبا؟ ايوه الاسكندر كان قائد على فكره. ده صاحبي. صاحبك كمان؟ مش مكسوفه؟ يلا حلو ما يكملش. ليه ماله؟ ماله؟ يعني انا ما بحبش اجيب سيره الناس قوي، يعني عشان الواحد برضو مليان بلاوي الحمد لله يعني. بس يعني على الاقل بصي لابس جيبه، لابس جيبه وبتاع، فمش تمام يعني. مش هنتكلم كتير، مالناش دعوه. طب اعمل ايه يعني؟ تعملي ايه؟ الناس المتوحشه المفترسه اللي زيك دي يبقوا عايزين حاجه احجام، اللي هو زي مجدي زي كده. تيجي نفكنا منه وتدخلي معايا؟ يلا حيوانه. كابل جو. ايه؟ عم دهب داس على رجلي. عم دهب مين؟ اللي قاعد هناك ده. اللي قاعد هناك ده داس على رجلك ازاي؟ رجله مش طويله قوي كده. وهو معدي من جنبنا داس على رجلي عشان يعاكسني. اضربه يا مازو. اضربه ايه يا شيماء؟ ايه الهبل ده؟ وبعدين هو اصلا مش بيبصبص لك انت، ده بيبصبص للشخصيه اللي انت لابساها. يلا يلا، انت هتمسك المنشاكو ده، اضربه بالمنشاكو في اسنانه، واهم حاجه اهم حاجه تقلعوا الوش كده عشان نعرف هو مين. يا شيماء بقى مش وقته بقى كده. يلا بس يا مازو، يلا اسمع كلامي. بالمنشاكو على طول على وشه. انت يا عم، انت بتعاكس مراتي ليه؟ انت ما بتشوفش؟ عاكسها ايه وانا كلمتها؟ ما انا قلت لها. انت بتقول لي انا اقول لها؟ لا لا يا مازو، ده طلع مش هو اللي داس على رجلي. يعني انت لما قلعتيه الوش عرفت ان مش هو اللي داس على رجلك؟ هو داس على رجلك برجله ولا بوشه؟ بوش رجله. احنا اسفين. طلع عقليا يا عيني وبتتعالج مع نفسك. ايه؟ الراجل اللي هناك ده داس على رجلي. رجلك ايه؟ يوه، ما تقلع بقى الماسك ده، عايزه اشوف وشك. قلت لك ما ينفعش اقلع الماسك، انا مش لابس اي حاجه تحتيه. ايه الهبد ده؟ طب بقول لك ايه؟ ما تيجي نروح نرقص. لا ما ينفعش ارقص، انا عامل شخصيه واحد تخين ان هو مجدي ده. مجدي ده ما ينفعش ارقص ان هو تخين ولا ايه؟ سيبيني بقى اعيش الشخصيه اللي انا عاملها، وانت كمان عيش الشخصيه اللي انت عاملاها. ما تفهمنيش غلط، مش قصدي حاجه يعني. بقول لك ايه، في شله حيوانات هناك وهقف معاك. اوكي. اجي لك تاني. انت فين يا جميل الكلب؟ لا انا اسف، مش قصدي على حضرتك، انا اسف، انا قصدي التاني الكلب جميل. حضرتك كلب جميل برضو وكل حاجه، انا اسف مش هتفهمني. انجوي الحفله. انا اسف. اتفضل. اوعى شعري. اوعى شعري. اوعى. الاكل فما نزلش. ازيك يا اسراء؟
اكتر وسيم. انا اخرس وسيم، انا هفهمك على كل حاجه. اخرس انت كمان بتستغفليني يا اسراء؟ فاكراني مش هعرف؟ وسيم انا ما تنطقيش اسمي على لسانك تاني. بعد كل الحب اللي حبيته ليكي ده تدخليني ومع مين؟ مع ده؟ الله ماله ده؟ مش احسن من الغريب يا راجل؟ ده انا كنت بحافظ لك عليها. لا اصيل اصيله جميل والله يا مستر وسيم. هي اللي اغرتني بالمال وقالت لي هتنبسط معايا قوي قوي. كمان قوي؟ الموضوع ده حصل كم مره؟ 27 مره. 27 مره يا اسراء؟ لا انت مش 27 تقريبا. كدابه. 28 مره. 28 مره كمان؟ طب تعالى يا جميل. لا مستر وسيم تعالى. بطوط ده بيعكسني. بطوط؟ وقبليه عم دهب؟ لا شيماء انتي واضح ان عندك مشكلة شخصية مع مدينة البط. لا خالص، انا بحبهم جدا، بس هو كان بيعكسني. اضرب يا مش 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 هو اللي كان بيعكسني، معلش اسفين اسفين. يا شيماء حرام عليكي، احنا ضربين نص الحفلة لحد دلوقتي، يلا نمشي من هنا قبل ما يضربونا. يا جدعان يا جدعان حصوا عني من المموته. ايه ده؟ مش ده صوت جميل الحرامي ولا انا بتهيألي؟ وجميل ايه بس اللي هيجيبه هنا؟ تعال هنا، انت هتسيبني معاه لوحدي؟ ايه ده؟ مش ده صوت اسراء ولا انا بتهيألي؟ وايه اللي هيجيب اسراء هنا؟ هيا بقى تعبت حرام عليك. اظن بقى هتقول لي هو ده صوت وسيم ولا انا بتهيألي؟ لا طبعا ده مش صوت وسيم، ده وسيم نفسه. استنى يا معزو. اخيرا وقعت يا جميل. لا لا مستر وسيم، انا طول عمري الراجل بتاعك، ما تتكلمي يا وليه فاهميه. كفايه بقى، اطلع منها انت يا جميل، امشي دلوقتي. امشي انت يا جميل، بتدافع عنه، بتخونيني وبتهربيه، بتهربيه يا اسراء. كفايه عبط بقى، ده بلاستيك. بيبي انت فين؟ انا زيت من الحيوانات. نعم مين دي؟ ان شاء الله دي واحده حيوانه زيك يا حيوانه، جاي الحفلة مع واحد حيوان عشان يضحكوا على الحيوان اللي زيي. يمشي حيوانة من قدامي. تكلوا على الله يا جماعة لو سمحت، ما حدش يقف لنا هنا. الست دي مراتي، والله العظيم مراتي. ايه ده؟ هو انت كمان تعرف السبونسر؟ سبونسر مين يا حيوان؟ انت كمان انت اتجننت ولا ايه؟ اي عبط. بعدين انت مالك؟ واحد بيتخانق مع مراته، انت مالك؟ مراته؟ هي دي اسراء؟ اسراء؟ ايه يا ايسو؟ انت المكان هنا كله عارفك ولا ايه؟ انا ليه من الحيوان اللي مشي على من الحيوان ده؟ ايه يا وسيم؟ انا مازو. مازو؟ انت لابس نحلة؟ ايه يا وسيم؟ ايه اللي جابك هنا وايه اللي بيحصل؟ اللي جابني هنا؟ انا جيت هنا عشان اعرف الحقيقة. اتفضل. اسراء مراتي اللي انا بستأمنها على كل حاجة طلعت. انا هفهمك على كل حاجة. انا بلعب يا وسيم. ما هو باين يا اسراء بتلعبي بديلك. لا بلعب بلعب. ايوه بتلعبي صح، بتلعبي بيا وبمشاعري، كل احساسي، بتلعب بكل الالعاب. بلعب بقول لك بلعب. يا اسراء معقوله؟ استغفر الله العظيم، بعد كل ده تطلعي انت اللي بتلعبي؟ ده احنا كنا ما صدقنا، خلصنا من اللعب ده. معزو يلا يا حبيبي، دي حاجه ما تخصناش. يلا لا تخصك يا حبيبتي. استري عليا عليا، انا بلعب قدام شيماء. اهلا بكم في لعبه. اللعبه شكل كده جيت في وقت غير مناسب. التحدي النهارده كان اللي هيعرف يطلع سمير مرجان من الحفله. سمير كان لابس كلب البحر. طبعا انتوا الاثنين خسرتم، لكن نظرا للظروف المتهربه دي هعتبر التحدي المره دي تعادل. شفتوا بقى انا قلبي حنين ازاي؟ كده شيماء 111 واسراء 106. يلا اشوفكم في تحديات مقبله.